في الدنيا، اشترك في قناة اخبار الفنانين مع نديم عشان تعرف كل الاخبار الجديدة، واوعى تنسى كومنت واللايك. ظهور مفزع للفنانة نورة شقيقة بوسي بعد اعتزال 26 سنة، لم تصدق كيف تغيرت ملامحها. شاركت الفنانة مي نور الشريف بنشر الصورة على حسابها الرسمي على تطبيق الانستجرام، حيث ظهر في الصورة كل من الفنانة مي نور الشريف ووالدتها الفنانة بوسي وخالتها الفنانة المعتزلة نورة وشقيقتها سارة نور الشريف، وذلك في أحدث ظهور لهم بعد اعتزال الفنانة نورة لأكثر من 26 عام، حيث أنها اعتزلت الفن عام 1996 وقامت بارتداء الحجاب، واسمها الحقيقي علوية مصطفى محمد أدري. ولدت بالقاهرة في 18 يونيو 1954، واللافت في الصورة ظهور الفنانة نورة بظهور صادم كما أكد المتابعين بعد تغير ملامحها.